نروح لتقرير آخر الحقيقة أنه في خطة حكومة لزيادة معدلات مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في المشروعات الاقتصادية من خلال ضمان بيئة عمل آمنة توفر فرص متكافئة للمرأة وذوي الهمم، أيضا تلبي احتياجاتهم في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وضعت الحكومة خطة لزيادة معدلات مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع الاقتصادية، وذلك من خلال إعداد دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ويعمل الدليل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية، بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يهدف الدليل إلى زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول عام 2030، مقارنة بمعدل يبلغ حالياً 14.3%. يتضمن الدليل أيضاً التدخلات والإجراءات والأنشطة المقترحة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في 11 قطاعاً، هذا بالإضافة إلى جهود الدولة لتمكين المرأة والمتمثلة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز. هذا إلى جانب إتاحة التمويل متناهي الصغر من خلال تطور أرصدة التمويل متناهي الصغر الموجهة للمرأة. وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على نسبة 62% من عدد المستفيدين.